الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تيشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب تنقول لهم شكرا جزيلا إن شاء الله أه تنتمنى لكم الصحة والعافية يدخل عليكم شهر رمضان بالخير والرباح وربي غادي يزول هاد المحنة ان شاء الله أه تنشكر الناس القدام وجداد أه مرحبا بكم في القناة ديالكم أه ان شاء الله اي تعليق غادي ناخده بعين الاعتبار أه الى ما جاوبتش غادي نجاوب ان شاء الله بوصفة اي موضوع حطوه في التعليق وانا غادي نجاوبكم ان شاء الله ان شاء الله غادي نبداو في سلسله قبول شعبان اخر شعبان ورمضان ان شاء الله اي تعليق حطوه على حسب القبولات على حسب الزواج على حسب اي حاجه راه غادي نجاوبكم ان شاء الله الناس اللي بغاو القبول وجل بالشبه آه غادي ان شاء الله نعطيكم هذه الوصفه ان شاء الله رائعه وبيت الناس محتاجين القبول بعد الاحيان تيمشي تيمشي هذاك هداك آه المعنى ديال الانسان ما عنده قبول اما تيمشي ليه بالعين ولا تيمشي ليه بالحسد او تيكون عنده سحر سحر مخطيه او واكلو او شاربو المهم كاع الناس عندهم تاثير من اي عارض كاين لابد انك تاثر بشي حاجه لان هذا هو مرض العصر اللي سنعيشه دابا كاين الحسد كاين العين كاين البغضاء كاين التوابع من الجن والانس اذا احنا باش نحاول نساعدوا بعضياتنا ونساعدوا ريوسنا باش يكون عندنا جذب الاخرين او المراه اللي عندها الزوج ديالها ما تيميلش ليها او تتكون عنده زايده ناقصه في الدار ما تيحسش بها ما تيبغيهاش تيدوز معه واحد الفتره وتتبقى المراه تتبان غير عاديه انسانه عاديه ما تيكونش عندها واحد الجلب بينها وبينه ضروري انها تحط واحد الجلب بشيء قليل ولا يكون غير بالشبه راه قاضيه الحاجه ولكن بعض الناس يهملوا بزاف الحويج تتبقى تساءل المراه ما عرفتش مالو ما عرفش المشاكل اللي عنده تيكون هو داخل بدوامه انها ما تتبانش ليه مراته لانه بكثر المشاكل اللي عنده بكثر هذا ما تبان ليه حتى حاجه زوينه اذا الرجل معذور مع الحياه اللي تنعيشوها كاينين مشاكل كاين ظروف ولكن المراه لابد تحط واحد القبول باش انها او البنت اللي عندها خطيب او البنت اللي بقى على الله بغى انها اه تقلب على راسها هذا هاد, هاد المشكل اللي عندنا دابا احنا محبوسين في الدار او عدنا ظروف اه خاصه دابا تنعيشوها العالم كله تيعيشها لا بد غادي الى اه الى الحياه الى باقي في العمر بقيه ولكن انسان يكون غادي يكون ان شاء الله متفائل الى ابعد حدود لان التفاؤل باش تنتاكوا دابا غير التفاؤل لابد نكونوا متفائلين لان التفاؤل مزيان اول حاجه غادي نحط لكم قبول ديال الشبه ان شاء الله أه المراه المراه اللي بغات الزوج ديالها يسمع كلامها ويبغيها ويكون عندها قبول أه ديما معها تحطو غير اما في تحت الملابس ديالها ولا تهزوا ديرو في المحفظه ديالها ان شاء الله غير يكون عندها قبول رائع تشد المراه اللي ما عندهاش الجاذبيه بالنسبه للزوج ديالها وديما تشتكي بانه ما تديهاش فيها ما 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 ليها او ما عندهاش عندها مشاكل مشاكل معاه الحاجه اللي باش الراجل ما غادي تاخذ قطعه شبه صغيره ولا كبيره غادي ان شاء الله تبللها بالريق ديال اللسان ديالها اولا تبدا باللسان ديالها لانها بغات كلامها يكون مسموع وتكون محبوبه عنده بالشبه تخلي كاع الناس يبغيوك وكاع الناس يبغيوك انت بغيتي ديريها عامه او ديريها على الزوج ديالك عندنا جوج جوج حالات بالنسبه للناس اللي باغين الناس اللي باغين اه تخلي كاع الناس يسمعوك والناس يديوها فيك وتكون كلمتك مسموعه غادي ناخذ قطعه شبه غادي نبللها باللسان ديالي اللي نبللها مزيان ونبدا ندوزها ومده ندوزها على الجسد ديالي كامل انا فلانه بنت فلانه بالشب بالشبه نخلي كل الناس والرجال كلمتي تكون مسموعه ومحبوبه هذه بالنسبه للناس اللي باغين تكون كلمتهم بحال المراه اللي تكون ساكنه مع عدوستها وكلمتها مسموعش معهم معاهم كلامها ما مسموش وكلامها زيد ناقص هذه ديرها المراه اللي عندها هذا المشكل بالنسبه بالنسبه للمراه اللي تيكون عندها راجلها تسمع لعائلته غتقول انا فلانه بنت فلانه بالشبه نخلي كلمتي تكون مسموعه ومحبوبه كاع الرجال الناس اللي عايشين معك في الدار و عائلته خوته اي واحد اللي شافك غادي يبغيك ويحبك ويتصنط لكلامك ويعطيو قيمه ما بين الاسره اما المراه اللي بغات ان راجلها يبغيها ويسمع كلامها تقول انا فلانه بنت فلانه بغيت فلان ولد فلانه كلمتي عنده مسموعه ومحبوبه انا فلانه بنت فلانه بغيت الزوج ديالي يعني فلان ولد فلانة كلمتي عنده مسموعة ومحبوبة لأن بغيتي بغيتي الزوج ديالك يكون يسمع كلامك انتي بالسمع ديال كلامك ما غاديش تأديه ولكن بغيتي يعطيك قيمة ويعطيك الهيبة ديالك اللي خاصك تكون عندك كمرأة المرأة تطلب المرأة معطاءة المرأة تتعطي وما تتاخدش اذا الا خدات حقها من القبول او السمع والطاعه ما غاديش تاذي هي تتبغي تاخذ حقها في المحبه فقط اذا المراه مطلوب منها انها تجذب تجذب نفسها بالطاقه الايجابيه وبالسمع والطاعة أنها باش يسمع كلامها ويبغيها ويفهمها فقط هي من تطلب شي حاجة اللي غادي تأدي أه الشخص الآخر تطلب غير حقها إذا هاد الشبه غادي ناخدها وغادي نبقى نمررها على الجسد ديالي بعد ما بللتها بالريق ديالي وغادي ندوزها على الجسد ديالي كامل على أه اي حاجه العينين كل شيء الجسد ديالي وغادي نبقى نقرا هاد القرايه اللي قلت لكم انا غادي نكتبها لكم ان شاء الله المرأة اللي بغات نعاود لكم عاوتاني الهضره وخا الناس بعض الناس مايعجبهمش الحال تيقولك تعاودي الهضره بزاف ولكن انا من صالحكم باش مايجونيش تعليقات بعض الاحيان ما تنقدرش نجاوب لانني حتى انا عندي ظروف الله يكون في العوان للجميع سهله مهله وفي نفس الوقت قبول رائع وفيت مجرب وغادي ديروه وغادي يعجبكم ان شاء الله اذا الى عجب عجبكم الفيديو حاولوا انكم تخليو تعليق حاولوا تخليو بصمه ديالكم لايك ودعموا القناه وتفعلوا الجرس باذن الله غيوصلكم كل جديد ان شاء الله